استسمحك ان احنا ناخد اتصال هاتفي بس. الدكتور عبد العزيز عبد الله من المنوفيه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك واهلا بقناه مصر الزراعيه. اهلا يا فندم، اتفضل. يعني طبعا احنا في البدايه بنهنئ الشعب المصري بنجاح القائد والزعيم المشير عبد الفتاح السيسي في ثاني استحقاق من تنفيذ خط الطريق هو الانتخابات الرئاسيه، وبنهنئ انفسنا وكافه الشعوب والعالم العربي على استقرار مصر وامنها باذن الله. ويعني الحقيقه دي مناسبه عزيزه على كل المصريين ان تتم الانتخابات الرئاسيه في جو يشهد له العهد بالامن والاستقرار والنزاهه وفي ظل قضاء عادل، ولم تحدث اي سمه لا تزوير ولا مشاكل في انزه انتخابات تشهدها مصر والعالم العربي. واحنا بنهنئ انفسنا وبندعو الشعب المصري للالتفاف حول رئيسه المنتخب. شكرا جزيلا لحضرتك. هل لك مداخله يا فندم فيما يتعلق بالزراعه المحميه؟ نعم. هل لحضرتك مداخله فيما يتعلق بالزراعه المحميه، ولا حضرتك كنت عامل مداخله علشان بس يعني نهنئ مصر بالاستحقاق الانتخابي الجديد اللي طبعا احنا سعداء بيه؟ يعني طبعا انا كنت المداخله عشان الانتخابات الرئاسيه اليوم والنتيجه بتاعتها، لكن لو في اي حاجه متعلقه باي جانب من جوانب الزراعه فاحنا في منظمه الشعوب والبرلمانات العربيه لدينا المجلس العربي للفلاحين والمزارعين اللي بيرأسه السيد نقيب الفلاحين أسامة الجحش. وطبعا هناك تعاون كبير بين النقابه العامه للفلاحين وبين وزارة الزراعة والوزير المحترم أيمن فريد أبو حديد، ويعني وبنشكر قناة مصر الزراعية الداعمة لكل الفلاحين والعالم العربي. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز عبد الله من المنوفية، شكرا على تهنئتك وشكرا على مشاركتك على شاشتنا.